بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بإذن الله نبدأ نتكلم على البنتس. زي ما احنا شايفين كده الشكل بتاعه، البنتس ده من النباتات اللي هي مستديمة عندنا، يعني بيظهر عندنا برضك صيف وشتاء، بس يعني ممكن النبات عندنا يريح شوية في إحدى الفترات مثلا، عقبال ما يعني يظهر من ظهر للتانية، بس هو بيكون عندنا موجود صيف وشتاء يعني. بس النبات كويس طبعا في الشتاء، اللي زي يعني وقت الشتاء بتريه عندنا مرتين في الأسبوع، في الصيف ممكن بنرويه يوم بعد يوم على حسب المكان اللي أنا فيه أو المحافظة، يعني المكان على حسب درجة حرارة المكان أو المحافظة اللي أنا موجود فيها. النبات عندنا جميل وبيدي أزهار برضك شكلها مختلف جميلة. شكرا.